والآن نتحول إلى أخبار الاقتصاد في نشرتنا. والتفاصيل مع آية الكفوري. إليك آية. شكرا إلهام، شكرا هبة. والآن نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن مشروع مصرف كيتشنر يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية للحكومة بتحسين جودة المياه بالمصرف على أساس خطط محددة للتعامل مع الصرف الصحي والمخلفات الصلبة وجوانب قطع المصرف الأخرى. وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار هذا المشروع تتضمن إنشاء عدد من مصانع تدوير ومعالجة المخلفات والمحطات الوسيطة وشراء معدات جمع ونقل المخلفات وإغلاق المقالب وتأهيل المدافن الصحية الآمنة بالمحافظات الثلاث المشاركة في المشروع. قامت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد بجولة تفقدية بمحمية نبق لمتابعة الأوضاع البيئية ودعم الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص بأعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لتوفير تجربة متميزة للزوار. واستمرار لجولتها لمتابعة استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27، أكدت وزيرة البيئة أن محمية نبق ستشهد خلال الفترة القادمة العديد من أعمال التطوير بمشاركة القطاع الخاص لتوفير خدمات بيئية بطابع عالمي مع حماية التراث الطبيعي والثقافي والثروات الطبيعية بها. وفي أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب عالميا مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية ليسجل المعدن الأصفر 2727 دولارا للأوقية. أما على الصعيد المحلي فقد صعدت أسعار الذهب ليسجل جرام 18 نحو 846 جنيها، في حين لما سعيار 21 سعر وصل اليوم إلى 987 جنيها، ولما سعيار 24 سعر وصل إلى 1128 جنيها، وأخيرا سجل الجنيه الذهب سعر وصل اليوم إلى 7869 جنيها. من أسواق المعادن النفيسة إلى أسواق البترول العالمية، حيث سجل سعر الخام الأمريكي انخفاضا ليهبط دون 95 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل الماضي. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6%، ووصل السعر اليوم إلى 103 دولارات و20 سنتا للبرميل. أيضا انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.7%، وسجل سعر وصل إلى 94 دولارا و70 سنتا للبرميل. أيضا انخفضت أسعار المازوت عالميا ووصل بنسبة 3.12%، ووصل السعر إلى 3 دولارات و41 سنتا لكل لتر. أما عن الغاز الطبيعي فقد أيضا امتدت الانخفاضات إليه وتراجع بنسبة 4.63%، ووصل السعر إلى 8 دولارات و30 سنتا لكل مليون وحدة حرارية. ذكرت شركة النفط البصرة العراقية أن العراق لديه القدرة على زيادة إنتاجه النفطي بمقدار 200 ألف برميل يوميا هذا العام إذا طلب منه ذلك. وكشفت الشركة أن أغلب الزيادة ستأتي من حقل غرب القرن واحد الذي يعد واحدا من أكبر حقول النفط في العالم، إذ يحتوي على احتياطات قابلة للاستخراج تقدر بأكثر من 20 مليار برميل، في حين ينتج نحو 550 ألف برميل يوميا. إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا الاقتصادية. عودة مرة أخرى إلى الهام نمر وهبة حسين. إليكم. أشكرك. شكرا لك يا آية.